وليداتنا مشاو يحرقوا 3 شهور هادي، ما عرفناهم حيين ولا ميتين. انا مسكينه ما فحاليش وكنخدم في الديور وبيتو يخدم عليا، ما بغيتش نبقى خدامه. هو كبير في خوتو باه ميت، زدنا حنا كون رجعوا ولادنا نحرقوا حنا وياهم. حنا من العطويه وليداتنا مشاو يحرقوا 3 شهور هادي، ما سقناش عليهم شي خبار، ما عرفناهم حيين ولا ميتين. ما خلينا اي بلاصه مشينا لها، مشينا الرباط، مشينا لمراكش، مشينا للقلعه، اي بلاصه مشينا لها تيقولوا لنا تيكون خير. مشينا واحد السيمانه هادي قالنا غيكون خير، ما كاين حتى خبر. ما عرفنا ولادنا واش حيين ولا ميتين. لا ولادنا خرجوا من عندنا قالنا بيمشي. انا ما نكذبش، ما واخا بالعلم ديالي ما نكذبش، انا ما عنديش، وبغيت ولدي ينقذني وولدي ما عندوش، بغيتو انا يمشي ينقذ راسو. حنا ما كناش كنسحبو هكا، عنده 20 عام باقا، بغيت نولد واحد الولد عنده 20 عام. انا مسكينه ما فحاليش وكنخدم في الديور وبغيتو يخدم عليا، ما بغيتش نبقى خدامه. هو اللي عندي واحد اخر، انا داك الولد كنتمنى فيه الخير، وضحكوا علينا وداو لينا فلوسنا، ما بقينا بينا منهم لا فلوس السمساره. ما مشدودينش للحل الان، ما مشدودينش. حنا بينا هي وليداتنا، هي حي يطلقوهم لينا، يا ميتين نجيبوا الجثث ديالهم ندفنوهم ونزوروهم. هذا الشيء اللي كنتمناو، كنتمناو من حموش، من جلاله الملك والسي الحموشي يتعاون معنا. بينا وليداتنا راه حنا توحشنا. انا من مدينه العطويه، ولدي من هادو 51 اللي مشاو 3 شهور هادي، ما عرفنا عليهم حتى اخبار. دابا كنطالبوا المسؤولين باش يقولوا لينا اشنو كاين، ما قلبوش على ولادنا 3 شهور، ما خلينا فين دفعنا الشكاوات، ما خلينا فين درنا الوقفات الاحتجاجيه. جوج مرات جينا للرباط، مشينا لكازا، مشينا لمراكش، مشينا للقلعه عده مرات، ما كاينش اللي جاوبنا، ما كاينش اللي عبرنا ولا حس بينا ولا عرفنا. حنا بنعرفوا مصير ولادنا، ما عرفنا ولادنا لا ميتين لا حيين. يقولوا لينا اشنو كاين، كنطالبوا من المسؤولين الى عندهم ولاد يحسوا بينا، يحسوا بولادنا، يحسوا ببناتنا، بالخوت، بالميمات، بجدايات، كل شيء محطم. ولدي عنده 27، هو الكبير في خوتو، باه ميت، بغى يحسن الوضع ديالو، ما لقى خدمه في المغرب، عام هو جالس بلا خدمه، ما كاينش. بالاخص عندنا مدينه العطاويه، ما فيها حتى شي حاجه، ما فيها والو، تقهروا في بلادهم، ولادنا تقهروا، ما لقاوش، وبالاخص دروك زدنا حنا كون رجعوا ولادنا نحرقوا حنا وياهم. بغينا نعرفوا ولادنا فين، ما بغينا حتى حاجه منهم، ونهزوهم ونخرجوا من هذا المغرب، واخا نمشيو على رجلينا، نحرقوا على رجلينا، نمشيو ما نمشيوش للبحر، ونحرقوا اي بلاد نمشيو ليها على رجلينا، ما باقينش نقعدوا هنا. حنا عزيز علينا بلادنا وعزيز علينا مالكنا، ولكن ها هما شوف اش كنسواو، عندهم والو، ما عبروناش. 51 واحد واش هما حشرات ماشي بنادم؟ 51 واحد راه فيها 51 عائله وحده تابعه واحد، وشوف شحال من عائله. باش بخارج ما عرفنا لا ميت ولا حي ولا حتى حاجه. الملف هو غادي في 3 شهور ومازالوا ما قالوا لنا حتى حاجه. الملف حاطينو عند داك سميتو عند البوليس عاد هذاك، ما قالوا لنا، مازالوا ما عرفنا فين وصل هذا البحث، فين داك، ما كاين حتى حاجه. فين ما مشينا الباب اللي دقيناه كيقول لنا الخدمه غاديه وما كاين والو. وحنا حنا كنتوفاو، ما توصلنا بتا حاجه، ما عرفناش حنا ولادنا درك واش ميتين ولا حيين، واش داخلين للبحر ولا ما داخلينش. هذه هي المشكله اللي عندنا، راه حنا كنتوفاو. المصريه مطلوقين وحنا قاعدين معذبين على وجه الارض وصافي. وكنترجاو هاد الناس المسؤوله على الاقل يعطيونا شي جواب. درنا شواهد في مراكش، عطيناهم لاديان، درنا شكايات في القلعه، درنا شكايات في اكادير، درنا شكايات في بني ملال، درنا شكايه هنا. تنطالبوا غير الجهات المسؤوله يعاونونا في البحث، الا هما عارفينهم فين كاينين يقولوا لنا فين كاينين. كانوا محتجزين يقولوا لنا راهم محتجزين، كانت شي ايوه حاجه يقولوها لنا عايجاوبونا في سبيل الله. الله يرحم الوالدين، واحد الكريمه بغيت الرساله للحموشي، الله يرحم لك الوالدين.
الله يرحم ليك الوالدين، يا ما دير معنا هذا المجهود، الله يرحم ليك الوالدين، راه عندك وليدات، والله ينصر سيدنا.